مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا بيت الداء والدواء. كما عودناكم دائما معنا الدكتور سامح مصطفى وما زال في مصر الحبيبة. اهلا وسهلا فيك يا دكتور. اهلا بيك، ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ ازي حضرتك؟ طمني عنك حبيبي. الحمد لله، احنا مشتاقين ليكم ولاهل مصر. اكلت كشري؟ المهم لسه يعني نازل مصر ما تقولش كشري وتشرب قصب شربت قصب؟ شربت قصب؟ أيوة. الحقيقه امبارح شربت قصب. امبارح ولا امتى؟ بتالي امبارح. ايه تاني؟ قول لي ايه تاني. ايه تاني؟ وطبعا لازم طبعا الفول. انا باكل فول في كندا، مش لازم. ايوه بس كلت فول وكلت وشرب وكلت محشي طبعا. بينكم واحد بيعمل كبدة مشهور في القاهرة؟ طبعا، بس لسه ما اكلتش من عنده. بس ما اعتقدش هاكل. انا مش بتاع اكل الشارع كتير يعني. أيوة. بس طبعا في بتاع كبدة طبعا. الف صحة وعافية ان شاء الله عليك. اليوم حنتكلم في موضوع مهم جدا جدا، حنكمل دراسة الآية اللي بتحكي وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. حلقات الماضية حكينا عن الفواكه، هل هي مضرة ولا هي نافعة، ما لها وما عليها. حكينا عن سكر الفركتوز اللي مظلوم ظلما كبيرا، واللي ما حضر الحلقة يرجع على اليوتيوب ويحضر الحلقة الماضية. دكتور سامح فصل بالتفصيل عن موضوع الفواكه، وانه فعلا الفواكه ظلمت للاسف، ولو لم تكن نافعه لما ذكرت ايضا في القران سبحانه وتعالى، يعني ما ذكرها. اليوم نكمل الشق الثاني، نتكلم عن اللحوم ولحم طير مما يشتهون. يعني من يعني قليلين من لا يحبون اللحم، يعني اللحم خاصه في ثقافتنا العربيه، يعني اللحم لازم يكون. ولكن في عادة تغيرت، وهذه حنحكي عنها وشيء مهم. في قديم في أجدادنا ما كان في فريزر وثلاجة، فكان اللحم يذبح طازة ويؤكل في وقته، ويجلس أسبوع أسبوعين بدون لحم، ثم تعود ذبيحة على سواء المكان وبهلم جرة. فكان أكل اللحم ليس كما نأكله اليوم. سنتكلم عن كل هاي الأمور. هل هناك أضرار للحوم؟ أنواع اللحوم ما لها وما عليها؟ دكتور سامح، صراحة أنت نفسك بتحب اللحمة ولا لا؟ أنا بأكل لحمة أو بحب اللحمة بالمناسبة يعني. ممتاز. عشان بس أنا عايز أبقى بس أونست مع الناس اللي هي ما بتحبش اللحوم، أو الناس اللي بيقولوا نفسهم فيجن. أنا واحد من الناس اللي بأكل اللحمة، أوكي؟ فلو الناس دي هتضايق من كلامي نتيجة ان هم عندهم بريفرنس نتيجة الهيومن رايتس او الانيمال رايتس والرايتس والحاجات اللي بتتقال من دول، انا عايز اقول انا من اكلين اللحوم. انت صديقي معنا. حقكم عليا. وبالمناسبة انا هقول لكم حاجة. افتكر كان عندي زميلة ليا، هي كانت من أصل إيطالي، طليانية، وبنتها كانت فيجن لمدة 7 سنين. هي دكتور السنان بالمناسبة، عشان خاطر التبس دكتور سنان فافتكرت. وكانت طبعا ابتدت تشوف إن بنتها مش صحتها مش مزبطة بقيت الديسيجن بتاعها. ولما كنا بنتكلم مع بعض، فهي حاولت ان انا اتكلم معهم ونعمل كونفرنس كول، بحيث ان انا اقول لها من وجهه نظري از نيوتريشنست ايه الريكومنديشنز بتاعتي بالنسبه لها. اوكي، ف تحديدا للنقطه بتاعه الناس اللي قررت ان هي تبقى فيجن عشان شافوا دوكيومنتري بتتكلم على قد ايه الانيمالز ار نوت تريتد ان ا جود واي، وقد ايه في حاجه اسمها الفاكتوري فارمز، دول ما يهمهمش الحيوان بيعامل ازاي، يهمه ان هو ينتج بروتين وياكل وسوري ويبيع ويشتري وحاجات كده. اوكي، فحبيت اوضح لها حاجتين مهمين. اول حاجه
كان سؤال، وطبعا انتوا عارفين الناس كتيرة قوية عايشين في البلاد الأوروبية أو من أصل أوروبي بيبقى دايما عندهم حيوانات أليفة في البيت، أوكي؟ فسألتها أنت عندك حيوانات أليفة ولا لأ؟ فقالت لي آه. فقلت لها تعرفي إن أنت إن أنت بتأكلي حيواناتك الأليفة ده، ده أنت دلوقتي بتسبورتي الإندستري اللي أنت مش بتاكلي فيجن عشانها، ولا أنت بقيتي فيجن عشانها؟ أنت بتقولي إن أنت فيجن عشان خاطر تقللي من الديماند على اللحوم، وبالتالي المصانع بتاعت اللحوم دي تبطل، صح؟ قلت صح. قلت لها هذه الحيوانات الاليفه الكلاب والقطط ما بتاكلش الا لحوم، يعني هم احنا بناكل لحوم وبناكل اعشاب، هم ما بياكلوش الا لحوم، وبالتالي عشان سيادتك تاكلي وتعيشي الحيوان الاليف اللي عندك ده انت بتسبورتي المزارع دي اكتر من اي حد تاني، اكتر من ان انت كبني ادمه تعملها سبورت. يعني احنا كبني ادمين بناكل هاي كواليتي فود، اوكي؟ الناس الوحشه موجودين لكن في نفس الوقت لو انت بتتكلمي بقى البروسيست ميت، الميت اللي هو بيبقى بلندد بحاجات كتير عشان تهايد الكواليتي اوف ات، والميت اللي بيبقى ديزايند لكائن حي ما بيقولش طعمها حلو ولا طعمها وحش ومش عارف مين، دي الاندستري اللي انت بتعملها دلوقتي سبورت جاست لمجرد ان انت عندك بيت انيمال. فانت بتاذي نفسك كبني ادم عنده احتياجات من الاسينشال امينو اسيدز في سبيل ان انت شايفه ان انت بتسبورتي الانيمال رايتس. فده جزء من الاجزاء حبيت اقولها للناس، يعني عشان يعرفوا ان هو بان هو فيجن لهذا السبب مش بيساعد، ما بيعملش اي حاجه. وبلس يعني احنا سبحان الله ربنا خلقنا جوا تجمع على هذه الكره الارضيه، كل في تشين، يعني هو في سلسله، وكل شيء بكل شيء. يعني اليوم كان سؤال بيني وبين ابني على هذا الموضوع، في دودة موجودة الآن في تورونتو، وهذه الدودة بسموها جيبسي موث، للأسف جاءت بالخطأ مع طريق شخص جابها بالعفش بالهاي، والآن انتشرت صارت بانداميك. ليش؟ لأنه ما عندنا العصفور اللي يأكل، يعني في الأماكن الثانية اللي موجودة في بلادنا في الدول العربية في عصفور خاص بكل هذه فسبحان الله في توازن بيئي، لما اجت هون بطل في توازن بيئي فبالتالي ادت. فالتوازن البيئي مهم برضو، يعني احنا زي ما اكلنا لحوم ممكن يصير في خلل بيئي، فالموضوع في كثير ديبيتس. anyway الجزء الثاني اللحوم اليوم تفضل. الجزء الثاني اللي كنت عايز اقوله ان البني ادم بيحتاج زي ما قلنا بيحتاج الاسينشال امينو اسيدز، وبيحتاج الامينو اسيدز الاحماض الامينيه عشان بناء العضلات، فالاسينشال امينو اسيدات صعب قوي ان البني ادم يلاقيها من مصدر نباتي، لابد ان يكون عندك مصدر حيواني عشان تاخد الاسينشال امينو اسيدز ديت. خلاص كده. السؤال ده سؤال ذكي، خلينا نجاوب على السؤال بالمره، اللي هو ايهما تفضل، اللحوم البيضاء او اللحوم الحمراء؟ هجاوب على السؤال ده باجابتين. اول اجابه انا باكل بس سريعا دكتور افهم الناس، مع انه معظمهم عارفين الفرق بين اللحوم البيضاء والسوداء والحمراء. اللحوم البيضاء اللي بيبقى غالبا لونها ابيض، وغالبا دي بتبقى ريفيرنج للبولتري او الدواجن، اللي هي لحم الدجاج بنسبه كبيره جدا، وبيقولوا برضو لحم التركي او لحم الديك الرومي او الحبش، بنسميه في مصر ديك رومي، بيسموه حبش في بلاد الشام. خلاص كده. والبط والحاجات دي كلها يعني لحوم الدواجن بيسموها من اللحوم الايه البيضاء. اللحوم الحمراء والاسماك برضو ممكن يعني، بس الاسماك بيسموها سي فود اكتر ما بيسموها لحوم بيضاء، عشان ابقى بس امين معاك. اوكي. اللحوم الحمراء دي بتطلق على المقترات غالبا، وده اللي هو اللحم البقري واللحم الايه الضاني. اوكي. طبعا بتطلق برضو على لحوم الخنزير للناس اللي هي ما عندهمش ريستريكشن في الدين بتاعهم ان هم ياكلوا لحم الخنزير. اوكي. هو ده الفرق ما بين اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء. انا بالنسبه لي باكل لحوم بيضاء اكتر من اللحوم الحمراء، لكن برضو باكل لحوم حمراء. واللحوم الحمراء بالمناسبه بتشمل اللحوم وبتشمل الاورجنز، الاورجنز ديت اللي هي الكلاوي والكبده، الحاجات دي كلها ليها فاليو وليها health benefits وليها nutrition value عالية برضو
المفروض الانسان يكونسيدر ان هو ياكلها برضه. خلاص كده. فالحاجات اللي احنا واخدينها من اهلينا من زمان ما كانتش حاجات غلط. طبعا الجزء الجميل اللي انا سمعته النهارده من كلامك في المقدمه اللي هو احنا كنا زمان ما بناكلش لحمه كتير، زمان ما كانش عندنا فريزنج تكنيكس عاليه، اوكي، تو سيف الفود فور ا لونجر بيريد اوف تايم. بس برضو كان عندهم اجواء حاره وكان عندهم دراينج تكنيكس، وكانوا بيعرفوا يجففوا اللحمه وكانوا بيعرفوا ياكلوها مجففه to save it. دائما وابدا البني ادم ذكي في ان هو how to save for later، اوكي، من ايام قصه فرعون وقصه يوسف عليه السلام لما سمع الحلم بتاع الفرعون وقال له ازاي تقدر تسيف الجرينز بتاعتك في الايام اللي هي ممكن ما يكونش فيها فلود وما يكونش فيها انتاج محصولي كويس، اوكي. فدايما البني ادم بيفكر ازاي لو انا عندي excessive food I save it for later، اوكي. لكن اللي عايز اقوله، هل اللحوم البيضاء حلوه او اللحوم الحمراء وحشه؟ الاثنين مهمين، اوكي. هل ابقى فيجن اكتر احسن ولا ابقى مش فيجن؟ ما تبقاش فيجن، اوكي، وجهه نظري الشخصيه. ليه؟ عشان انت كبني ادم عندك انياب، لما تبص هنا تلاقي ان انت ربنا كرمك بالانياب ديت، والانياب ديت مخصصه فقط للحوم، ملهاش اي وظيفه تانية خالص الا ان هي وظيفتها ان هي تمضغ اللحوم. فما دام ربنا خلقها لك يبقى خلقها لك فور ا فانكشن، فور ا ريزن. ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقش حاجه عبثا، اوكي. فكل حاجه ربنا خلقها لسبب. ما دام ربنا حط لك الانياب دي، معنى ذلك ان انت محتاج الانيمال بروتين وهتستخدم الانياب ليها. مش كبيره عشان ما انتش بتاكل لحوم فقط، انت بتاكل لحوم وبتاكل نباتات. وبالتالي مش ظريف بالنسبه لي ان انا لو كان عندي مثلا معزوم على اكله او منازل على اللحمه على الهبر واكل لحمه وامشي، ما انتش من اكل اللحوم فقط، انت بتاكل لحوم وبتاكل خضار، لازم تاخد طبق السلطه الظريف بتاعك عشان تعمل بالانس للامور. حتى الناس اللي بيرجكتوا الريسيرشز اللي بتتعمل على ان اللحوم الحمراء كارسينوجينك واللحوم الحمراء ليها اضرار، بيقولك انت لما بتحط عليها حبه البهارات والتوابل والحاجات دي كلها بتريديوس الامباكت بتاعه الانجريدينتس اللي ممكن تتحول نتيجه الهيت لان هي تبقى كارسينوجينيك ماتيريال. طبعا لما بيجي نسمع ان في ابحاث بتقول ان اللحوم الحمراء بتسبب سرطانات، عايزك تبقى فاهم كويس قوي ان الابحاث ديت لما تيجي تقراها اقراها بشكل متفتح شويه، ديتيلز، خلاص كده. اعرف انهم بيتكلموا على ان it will cause the problem او it will increase the risk، خلاص كده. لو هي بتcause the problem يبقى اقلق، لو هي بتincrease the risk يبقى ده ديبيت، ويعني ابعد عن الديبيت، اترك الجدل ولو كان في الصين زي ما بيقولوا. خلاص كده. اللحوم اللي ربنا خلقها لحوم صحيه والاكل بتاعها مفيد، ولكن لازم زي ما اتفقنا المره اللي فاتت اسمع جسمك. لو جسمك بيتعب، لو جسمك مش متقبلها، لو عندك health condition بتفضل انك ما تاكلش اللحوم، اسمع كلام الدكتور وهو ده يبقى الصح ليك. لكن انت تقول لا الابحاث بتقول اللحوم الحمراء وحشه ابعد عنها خالص، برضو مش صح. لا اللي ابعد عن البروتين كله خالص، لا ده مش صح. خير الامور الوسط، واحنا الحمد لله امه وسطه. فايه يا رب الكلام ده يكون فاد الناس. بس لا، انا بالنسبه لي باكل اللحوم الحمراء وبحب برضو اكل اللحوم اللي هي فيها الاورجنز ميت، وما باكلهاش كتير، باكلها مره في الاسبوع، دي كتير قوي مرتين لو كلتها. لكن لو هاكل وعايز كنترول الويت بتاعي، ببقى ميال اكتر للحوم البيضه، وببقى ميال اكتر للتشيكن بريست اوفر التشيكن ثايز، عشان ببقى دايما واتشنج الفات. لما تاكل اللحمه عايزك دايما تواتش الفات كونتنت، الساتوريتد فات، الفات اللي هو بيتقاس في الدم عشان يعملوا له ريفيرنج دي اللو دنسيتي لايكوبروتين، واللي بيقولوا ان هو من ضمن الاسباب اللي ممكن تساعد على ان يحصل لك تصلب في الشرايين. خلاص كده. الناس بتوع الكيتوجينيك دايت بتسبورت الفات انتيك، بتقول ان الساتوريتد فات ليه هيلث بنفيتس، ما تخوفوش الناس منهم، كلامهم صح بان هو ليه بنفيتس، ما نخوفش الناس منهم، لا نخوف الناس منهم. ليه؟ عشان الاعتدال في الشيء هو الافضل. وبالتالي
الجسم محتاج الساتوريتد فات، الجسم محتاج الانساتوريتد فات. احتياج الانساتوريتد فات من الجسم اكتر من احتياجه للساتوريتد فات. زياده الساتوريتد فات مضره، وبالتالي لازم تبقى كيرفول when you consume fat. خلاص كده يعني اللية وما الحاجات دي نخفف منها بقدر الامكان. انا بتجنبها تماما حتى لما بيكون when you go buy meat go for the extra lean beef. ليه بقول انا الحمرة دي بالضبط؟ لما تيجي تشوف في علم اللحوم ونشوف انواع اللحوم انواع قطعيات اللحوم ونشوف انواع الدهون في اللحمه، بنلاقي ان في نوعين من الدهون. نوع اسمه الدهون اللي داخل الخلايا بيسموها انترستيشيال فات، ونوع طبقه على الخلايا من بره. فلو انت جبت حته لحمه، جبت حته ستيك، وقلت لك ترم الفات من حته الستيك بتاعتك، وعملت تريمينج للفات، مش معناه ان انت خدت اكسترا لين، معناها ان الفات اللي موجود جوه الخلايا او جوه ما بين الخلايا اللحوم موجود وبتاكله. بل بالعكس، لو انت يعني اكيل قوي هتعرف ان في نوع من انواع اللحوم القطعه بتبقى قد كده ب $1,000، وديت بتبقى نسبه الفات داخل الخلايا بتوصل ل70% وبتدي فليفر مختلف، والناس بتدفع الفلوس وبيتباع في اليابان وحاجات كده. اوكي، فالكونكلوجن ايه؟ لا، هروح في الاكسترا لين يو ويل جيت فات. اوكي، لكن يو هاف تو واتش عشان الفات اللي موجود في الميت بيكون ساتوريتد فات فيه عالي، وبالتالي يو نيد تو واتش ات. ايه الهيلث بنفيتس بتاعت الميت؟ اقول لك عليها كتير قوي، هنحكي عنهم الان واحده واحده، بس هذكر الجميع ان الدكتور سامح راح يرجع قريبا ان شاء الله الى كندا. استقبل استشاراتكم سواء اونلاين او عن طريق الموقع تبعه اللي هو موجود على الشاشة، ممكن تكتبوا الموقع وتراجعوه. برضو في واتساب غاد وإيميل ممكن تتواصلوا مع الدكتور سامح إن شاء الله بداية من الأسبوع بعد القادم. خلينا نحكي، خلينا نعطيه راحة شوية بدل نشد عليه. فالدكتور سامح دائما مستعد لأسئلتكم، أكيد عنده برامج مفيدة للجميع سواء لتنزيل الوزن، لتحسين الصحة، أو لزيادة الوزن حسب اللي بتطلبه. طيب دكتور، احنا هنقسم الان الحلقه لثلاث اقسام، اللحوم الحمراء، بعدين نرجع للحوم البيضاء، بعدين نروح للاسماك والاكل اللحوم او الاكل البحري. نحكي خلينا نحكي عن اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء يا بناخذها احنا من البقر معظمنا، يعني يا من البقر او من الضاني او الغنم. هل في فرق كبير بينهم؟ ومين الأحسن ومين الأسوأ؟ وإيش اللي موجود فيهم مش موجود في اللحوم البيضاء؟ طبعا هي كلها فليفرز إلى حد كبير. أوكي، الفروقات اللي ما بينهم من ناحية الكواليتي ومن ناحية الفاليو ما بتفرقش إلا على حسب المرعى. خلاص كده، هنخش في هل هو grass fed beef ولا مش grass fed beef. هنخش هل هو grass fed sheep أو lamb أو معيز ولا لا. المرعى بيبقى مهم وبيفرق في الستركشر بتاع الميت، عشان زي ما احنا قلنا كده لينا كبني آدمين you are what you eat. فif you are what you eat and you know that you are what you eat, so you better choose carefully what you eat. And you, it will be even better if you know what you eat have eaten. خلاص كده. فلو أنا أقول أنا هاكل لحم بقري وأنا عارف إن أنا I am what I eat، فالأفضل إن أنا أكل لحم بقري متغذي أكلي على الغالي، متغذي أكلي كويس. في ميزة كبيرة جدا نتيجة وجودنا إحنا في 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 في, في كندا، المراعي عندنا كبيرة قوي، ونادرا لما بنلاقي بيف موجود في منطقه صحراويه او كونتنت في مكان ايزوليتد. دائما بتلاقي ان الفارمرز عندهم او عايشين على جزء كبير جدا من اللاند، وعندهم اوريدي مراعي باي ديفولت. عايز كل واحد سمعني يفهم كويس جدا النقطه دي، اوكي، عشان ما يتخمش من كلمه جراس فيد، ومش عايز كل واحد يخش في الديتيلز، عشان انا بتكلم هنا مع الجنرال بابليك. خلاص كده، لو عايزين نخش في ديتيلز اخش معاك في ديتيلز واقول لك يعني ايه جراس فيد ويعني ايه جراس فينيشت
واقول لك الفرق ما بينهم هما الاثنين. لكن جنرالي سبيكينج احنا عايشين في كندا وحاجتين مهمين لازم نعرفهم as Canadians. واحد ان 100% تقريبا من المزارعين البيف عندهم قاعد على باستشر اوريدي، قاعد في مزرعه والمزرعه دي في الطن وفي جراس اوريدي البيف بتاعه تشوينج الجراس اللي موجود. جزء كبير منهم جدا 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 كمان هو بيزرع الجراس ده، هو عارف الجراس ده ايه وعارف إيه ان البقر بتاعه بيرعى عليه، ويهمه قوي قوي ما دام اوريدي عنده اللاند يبقى الفود اللي هياكله البقر بتاعه يكون فيه the maximum value. انا كراجل animal nutritionist اوكي، وانا كنت animal nutritionist زمان، لما باجي اعمل formulation لفود لكائن حي للبيف على سبيل المثال، لازم في كندا اخذ في الاعتبار الكائن ده بياكل ايه already قبل ما يجيلي. فحتى باخد سامبلز من الجراس اللي موجود في المزرعة بتاعت الراجل اللي انا عارف ان الحيوان بتاعه بيرعى عليها. الراجل صاحب المزرعة ده اوريدي شاري جراس سيد، بذور جراس من شركة سيد، عشان عارف الكواليتي عاملة ازاي وعارف النيوترينتس عاملة ازاي وعايز يزود كل الكواليتي as much as possible عشان اوريدي دفع فلوس في السيد، وعايز يقلل الكوست of the added نيوتريشن اللي محتاجها الكائن الحي عشان ياخد الكمبليت نيوتريشن بروجرام بتاعه. خلاص كده، فانا عشان اديك الكمبليت نيوتريشن بروجرام بتاعك اقول لك اديني قول لي انت بتاكل ايه الاول، واقوم اشوف ايه اللي انت محتاجه ايه، انا عارف انت محتاج ايه كبني ادم، واقوم اديك حاجات اضافات زياده واقول لك ده لما تاكله على اللي عندك يبقى انت خدت الكمبليت فود اللي انت محتاجه عشان تجرو بالشكل ده. خلاص كده. فدلوقتي باي ديفولت احنا عرفنا ان الكائنات الحيه او البيف في كندا ايتينج جراس باي ديفولت، ولو في اي ديفيسيت من الجراس اللي بياكله لازم يبقى سبلمنتد وعن طريق فود. ده اللي بيتاكل او ده اللي بيضاف على الجراس عشان الجروث كيرف بتاع الكائن الحي يحصل له بشكل كويس. ده الكونسبت الحقيقي اللي بيحصل. طيب في ناس بيقولوا بقى الفارم او المانيفاكتشرينج بي فارم بيعملوا ايه، بيحط جروث بروموترز؟ في ناس بتحط جروث بروموترز. هل بيستخدموا انتي بايوتكس؟ هو ما فيش حد عايز يستخدم انتي بايوتكس الا لو في امراض، ولو عنده امراض هيستخدم انتي بايوتكس. وبالتالي حته الانتي بايوتكس دي هي الحته الوحيده اللي صعب الناس تكنترول. لكن لو انت قررت ان هتجرو البيف بتاعك without antibiotic، ده معناه ان هيسيب الكائن الحي عيان، وده ممكن يكون ليه احد الامباكتس الاثنين اللي موجودين، يا اما الحيوان ده هيموت وبالتالي مش هيتباع، او الحيوان ده هينمو ببطء وبالتالي ده هيكون الكوست بتاعته عاليه على المزارع وده مش هيبقى كويس ومش healthy. وفروم هيومن رايتس او فروم انيمال رايتس، لو حيوان عيان دي العام انتيبيوتيك حرام عليك. لكن الاستخدام المفرط للانتيبيوتيكس، عشان في انتيبيوتيكس بيكون ليها جروث بروموترز افكت، دوت اللي مش هيلثي ودوت اللي الحكومه دلوقتي بتعمل له كنترول اجريسيف، والسي اف اي اي او الكنيديان فود انسبكشن ايجنسي ذير دوينج ا ريلي جود جوب تو كنترول ات. فالحاجه الثانيه اللي بقولها للناس اللي موجوده في كندا، تراست يور جوفرنمنت، يور جوفرنمنت از ريلي دوينج ا جود جوب to keep your food as healthy as possible. في أمريكا وبنسمع الناس اللي على اليوتيوب اللي عايشين في أمريكا بيتكلموا how bad it is. Yes, it can get worse down in the US. بس احنا عندنا الموضوع significantly controlled. Okay? Do not feel bad of eating the Canadian beef. كل Canadian beef we do not worry about. خلاص كده؟ تقدر تجيب grass finished fair enough، لكن generally speaking احنا بناكل لحمه كويسه او لحمه كنديه لحمه كويسه. طب انا هون بس بدي اركز شويه على اللحوم وخاصه العظم اللي موجود. احنا بنسمع كتير عن شوربه العظم وفائدتها للكولاجين اللي موجود في الجسم والبشره و
دائما كنا نستخدمها امهاتنا يجيبوا العظم ويطبخوه يعملوه زي شوربه، فهل فعلا هذا في فائده ولا لا؟ طبعا انت بتحط العظم، والعظم ده بيحتوي على البون ميرو، والبون ميرو دوت فيه نيوترينز، والنيوترينز ديت نتيجه البويلنج ميكانيزم بيحصل لها ديسيندنج في الشوربه، والشوربه بالتالي بتبقى containing الحاجات اللي موجوده في البونز، فبالتالي تبقى very beneficial والنيوترينت فاليو بتاعتها عاليه جدا. فطبعا من الحاجات الممتازه الشوربات، وهيلثي ما بقولش ان هي unhealthy. بيرفكت. سريعا بس هيك شغله بسيطه، يمكن انا سمعتها من صديق ايراني. بنعرف احنا كثير احنا بنسوي الكباب مع البقدونس، فبالصدفة سألني انت دكتور تعرف ليش الكباب مع البقدونس؟ صراحة استوقفني، قال لي لانه الدهن لا يمتص الجسم مع البقدونس، فبخفف من امتصاص الدهن وبيستفيد من اللحمة اكثر من الدهن، يعني الدهن بيطلع بالجسم. فكانت وفعلا بحثت عنها وجدت انه البقدونس له هذه الخاصية. ف سبحان الله، يعني ونتعلم دائما احنا، بس دائما بتذكر هذه النقطة. دكتور، لحم الدجاج ما رأيك به وهو الأكثر تناولا زي ما حكيت انت؟ صحيح، كلامك سليم جدا. في نقطتين قوي بموضوع الأكثر تناولا. هو الأكثر تناولا عشان هو the most economic، ودائما سعره بيكون أقل، اوكي. ولما تشوف في الويسترن كوميونيتي هتلاقي الكونسبشن بتاعهم للبورك عالي لنتيجه ان هي برضو سعرها رخيص، اوكي، وارخص كمان من الدجاج، اوكي. لكن لحم صدر الدجاج ممتاز جدا، عشان بالنسبه لي بيعمل كنترول لموضوع الساتوريتد فات. صدر الدجاجه نسبه الفات فيه قليله، من اقل نسب الفات، وبالتالي انا بيبقى مهم في الناس اللي بتبقى عايزة تنقص وزنها ان ياكل صدر دجاج. نسبة الدهون في الثاي، في الشيكن ثاي، في الأوراك أعلى، فبالتالي صدور الدجاج ليها فاليو ممتازة جدا ومهمة للناس اللي عايزة تكنترول السكر، والناس اللي عايزة تقلل الكوليسترول، والناس اللي عايزة تقلل الوزن بتاعها. البروتين عادة بيكون برضو عالي فيها؟ نسبة البروتين عالي. لما تيجي تبص هنا في البروتين مثلا في الدجاج، اقدر اقول لك ان الثلاثة اونسز او ال 85 جرام فيها 24 جرام بروتين، اوكي. ده في صدور الدجاج، خلاص كده. لو انا هتكلم على الريد ميت، انت بتتكلم في ان الريد ميت ده يعني البروتين هتبقى اعلى شوية من الدجاج، مش اكتر يعني، مش كتير قوي، بس اعلى من الدجاج طبعا. لكن لما نيجي نبص ايه الحاجات اللي تبقى مشهوره بيها الريد ميت، الفيتامين بي 12. حتى الناس اللي بتبقى عندها فيجن لازم تاخد اكسترنال دوز اوف فيتامين بي 12، عشان صعب قوي ان هي تاخده من بلانت سورس. فهنلاقي ان الفيتامين بي 12 37% من الريكومندد ديلي الاونس ان انت ممكن تاخدها لو خدت 1 سيرفنج اوف بيف. فده فيري فيري سيجنيفيكانت فاليو للفيتامين بي 12. طبعا هتخش على الفيتامين بي 3، وهتخش على الفيتامين بي 6، وهتخش على الايرن، والزنك موجود في اللحوم الحمراء بنسبه 32% من الريكومندد ديلي الاونس، خلاص كده. والسيلينيوم برضو في نفس الوقت. لو هنخش على التشيكن هنلاقي ان نسبه الفات، بالمناسبه عشان خاطر الناس اللي عايزه يعني تطمن من موضوع اللي انا بقول الفات كونتنت في التشيكن قليله، في التشيكن بريست 3% بس او 3 جرام بس من الفات، nothing، اوكي. والكاربس زيرو، وبالتالي مش هتعمل اي مشاكل مع الانسولين ريزيستنس. اللي هيميزك قوي في الفات النيسين، هتلاقي نفسك عندك 51% من الديلي فاليو من النيسين انت بتاخدها لما بتاكل التشيكن بريست. عندك 36% من السيلينيوم اللي محتاجه في اليوم هتاخده لو انت اكلت التشيكن بريست. برضو موجود فيه فيتامين بي 12 بس 10% مكررات 60% في البيف. فدائما وابدا نلاقي ان اللحوم بيبقى ليها نيوتريشن فاليو عاليه قوي، واضافتها للميل بتاعتك بتظبط. فلما اجي اعمل ميل بلان واجي بص حاطط لك حبه سبانخ، او حاطط لك حبه كوسه، وحاطط لك مثلا حاجه بسيطه من الرز، انا عارف النيوتريشن اللي انت خدتها، او مديك حبه لحمه، او مديك الفول بيكتشر، يبقى انت خدت كل الريكويرمنتس اللي انت محتاجها.
وبالتالي مش محتاج فيتامينز كتيره، مش محتاج مينرالز كتيره، مش محتاج الحاجات دي كلها. جلد الدجاج هذا اللي عليه ديبيت كبير، تقول ما تقولش، زاكي محمر مش محمر، ايش رايك؟ تعبر عنه رايي دبقى. انا مش من انا مش من الناس، الجلود الوحيده اللي باكلها هي جلد السمك، تحديدا سمك السلمون، عشان بيبقى فيه الكولاجين ليفل او الكولاجين ليفل بتاعه عالي. فانا بحب ان البني ادم اللي بياكل جلد سلمون يكون يقدر ياكل الجلد بتاعه عشان يكون ليه هيلث بنفيتس. غير كده انا مش من محبين جلود الدجاج. خلاص كده يعني تو كات ذا ستوري شورت، انا مش من سبورتيف او مش بني ادم سبورتيف للجلود بتاعه الدجاج. اذا ننتقل على الاسماك. الاسماك طبعا في ناس يعشقوها حد الموت وفي ناس يكرهوها حد الموت للاسف. احكي لنا عن الاسماك، ما لها وما عليها فوائد. الاسماك one of the best protein source you can consume. One of the best fat، الفات بتاع السي فود. تحديدا البيست فات اللي ممكن تحصل عليه هو الفات بتاع الباسيفيك سالمون او السوك اي سالمون. اوكي ده بيكون الاوميجا 3 كونتنت فيه عالي جدا، غير الانتي انفلاماتوري بنفيتس بتاعته. بيبقى ليه دور مهم في انقاص الوزن للناس اللي بتبقى واتش الكالوريز بتاعتها، وان هي عايزه تاكل هيلثي فات وعايزه تقل في الوزن. وده البيست انيمال او البيست سي فود بروتين ممكن تاكله. من اسوأ انواع البروتينات في الاسماك، عشان بس ابقى امين معاك يعني عشان الناس تستفيد حاجه من الحلقه ديت، البولتي. سمك البولتي مش من الاسماك اللي بتبقى البروتين سورس بتاعها كويس. يعني انا عارف ان الناصريين مش هيبسطوا مني عشان احنا بنحب البولتي واكتشف في نهر النيل زي ما بيقولوا، مش عارف المعلومة دي صحيحة ولا غير مش صحيحة، لكن السمك البلطي من الأسماك سهل قوي ان انت تجرو السمك البلطي، وممكن ترميله اي حاجة وياكلها وتبقى سمكة، وبالتالي الكواليتي اوف ميت في السمك البلطي مش قد كده، ما بحبوش ومش شايف ان هو ممكن يكون بنفشل كومبيرينج للكاد او كومبيرينج للسالمون او الحق. لو احنا في مصر كل بوري ما تاكلش بولتي. اوكي السي فود ليه ناس كتير ما بتحبهاش، في ناس ما بتحبش الفليفر بتاعها، وفي ناس ما بتحبش الزفاره بتاعتها، وفي ناس بتبقى عندها الرجيز من السي فود. لو انت عندك الرجيز من السي فود يعني ما حدش يقدر يكنترول الموضوع ده، لازم تروح للدكتور وتعمل تيست الالرجيز وتشوف انت عندك الرجي من ايه. بس من الحاجات الهايلي ريكومندد للبني ادم ان هو يكونسيومها، لو انا عايزك اقول اعمل تشيك مارك على انت بتاكل هيلثي ولا مش بتاكل هيلثي، انت محتاج تاكل اتليست وجبتين سمك في الاسبوع عشان تضمن انك واخد انف اوميجا 3 اويل عندك في الفود انتيك. والاوميجا 3 اويل من الاسينشال فاتي اسيدز بيبقى مهم للبرين فانكشن، فما ينفعش تفانكشن من غير ما تاكل سي فود. فلو انت مش من الناس اللي بتحب السي فود وما عندكش اي مشاكل صحيه انك تاكله، يو هاف تو ثينك اجين. الاكل السي فود خصوصا السلمون مهم جدا، وحتى أو ذات يجو باي أوميجا 3 and consume it، بس ما فيش حاجة أحسن من natural source. yep. okay. صح. فده وجهة نظري في السي فود. وطبعا احنا حكينا عن أوميجا 3 سابقا قديش له فوائد على الجسم، القلب والشرايين والعيون والدماغ والأطفال عشان يفكروا كويس، فكل هاي يعني حبة السمكة اللي حتكونها. طيب دكتور الآن نسبة قديش، سؤال مهم، قديش كمية اللحوم اللي لازم أكلها باليوم؟ هل هي تقريبا مقدار الكف؟ هل هو مقدار كفين؟ هل لأنه في ناس كتير بربطوا الزيادة بأمراض بتصير في الجسم في السرطانات، وهذا طبعا لسه أبحاث كثيرة بتقوم عليها، فإيش رأيك إيش الكمية المناسبة تقريبا؟
بالبلدي كده المقدار البالم اللي هو بطن الايد. اوكي يعني لو انت عايز تشوف الكميه بتاعتك بالبلدي كده، شوف حته اللحمه بتاعتك قد البالم ايدك دوت، وده كده بالبلدي. اوكي السيرفنج زي ما احنا بنقول كده حوالي 85 جرام، قول 100 جرام لو انت عندك ميزان وعايز توزن، قول يا سيدي 100 جرام لو انت عايز تاخد سيرفنج. السيرفنج بتاعت الدجاج اللي هي ال 3 اونسز، الناس اللي بتسمع بالاونسز، الناس اللي سمعنا من امريكا او الناس اللي بتسمعنا في كندا بتتكلم في 85 جرامز، بتتكلم فيها حوالي 122 كالوريز، وده من ناحيه الكالوريك انتيك اللي فيها. خلاص كده، فهي دي السيرفنجز اللي انت يعني عايز تسمع بالجرامز، ادينا قلت لك الجرامز، عايز تسمع بالاونسز قلت لك الاونسز 3 اونسز، عايز تشوف الكميه بالبلدي خليك في البالم بتاع الايد. انا مش من الناس اللي بقلق من الويت جين من ناحيه البروتين كونسامشن، عشان عمر ما البروتين بيخليك عايز تاكل كتير. البروتين من الحاجات اللي بتشجر الريسبتورز بتاعت الشبع، انا قلت لكم ان في تو ريسبتورز كده، when you hit those two receptors you feel full and you're good to go. فلما باكل حاجات فيها healthy fat وحاجات فيها اللي هو essential amino acids والessential fatty acids، التو ريسبتورز دول بيجنهدم ان يجنه feel full. المشكله في الحاجات اللي ليها addictive impact عليك زي العيش وزي بعض حاجات الديري، بتبص لنفسك انت عمال بتاكل وبتاكل 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 عشان بيتشجر حاجات تبقى ليها ادكتيف امباكت عليك، فما بحبكش احطك عليهم ولا انا بخسسك. طبعا المهم دكتور، خاصه لاخواننا في لبنان، في بوكلوا شغله اسمها اللحم النية اللي هي بطحنوها، وانا اكلتها مره زاكي لذيذه، لكن يمكن مش هقدر اكلها كل مره. ايش رايك في اللحم الني؟ في ناس بوكلوا مثلا الكبده اول ما تطلع سخنه بوكلوها، يعني عادات موجوده في بعض الدول، فايش رايك في هذا الموضوع؟ انا معجب قوي بالسؤال ده، معجب جدا جدا جدا. وهقول لك ليه. طبعا لما بنشوف الابحاث اللي بي 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 بيزعقوا في اللحمه الحمراء ويقولوا ان هي كارسينوجينيك و فيري فوكال اباوت، جزء كبير بيخلي بني ادم يعني مكسوف كده وهو يعني او على استحياء كده بيرد عليهم، عشان هو بيقول لك ان انت لو بتتناول لحوم كتير ممكن تسبب نفسك سرطانات، والابحاث اللي بتقول الكلام ده بتتكلم على الفيري كوك ميت، ولما بتزيد الانجريدينس دي بتتحول نتيجه الهيت امباكت على اللحمه. اوكي، وبالتالي كل ما كان الاكل بتاعك مستوي لكن مش تو ماتش بيبقى افضل لك من ناحيه الهيلث بنفيتس. خلاص كده، فمش بينصح لينا ان احنا ناكل حاجات بيقولوا عليها ويل دان. اوكي، انا عارف ان احنا جايين من احنا الكالتشر بتاعتنا بنقول لازم يو هاف تو ايت ويل دان، وان اتس ويل دان ات از ماتش هيلثير فور يو. خلاص كده، وان ات از ويل دان يو لوز ا لوت اوف بنفيتس. اوكي، وممكن تبقى unhealthy for you. لكن احنا ليه جالنا كده في الكالتشر بتاعتنا؟ عشان انتشر اللي بيقولوا عليها الدودة الشريطية في البيف، وعشان تقتل الدودة الشريطية اسلق اللحمة كتير، فتقعد منطق تسلق اللحمة خايفة على أولادها لما اللحمة يعني يطلع عليها من السليق. خلاص كده، ده healthy process، عشان indication بيقولوا ان في احتمال تكون اللحمة ديت مصابة فيها الدودة الشريطية. لكن انا عايز اقول لكم يا جماعة ان المفروض اللحمة اللي موجودة ومتعلقة عند الجزار ومختومة بخدمة وزارة الصحة، اوكي، دي inspected ودي already ما فيهاش الدودة الشريطية. خلاص كده، الليفر بيبقى فيه الدودة وبيتفتح والناس بيبصوا عليه. You need to cook it. Yes, you have to cook it. عشان كده أنا مش برضو من محبزين الأكل اللحمة النية. أوكي، نرجع للحتة بتاعتك. فلا ناكلها نية يا جماعة ولا نطلع عينيها طبيخ. يعني خلينا كده واحدة واحدة نعرف إن الأكل الني بيحطك في line of fire. بيحطك في الريسك. لو هي contaminated, you're gonna have problems. خلاص كده؟ لو هي فيها مشاكل او بيض من الدودة الشريطية you may have problems, you better cook what you eat.
بس when you cook what you eat, cook it so you can have it healthy for you without having any negative impact of the extra cooking that you do. بلاش ناكل السوبر ويل دان, خلينا في الميديوم, وخلينا في الايه ممكن مثلا خلينا في الميديوم يا سيدي, مش هقول الا كلمه ميديوم, لا هقول ميديوم رير ولا ميديوم ويل, خلينا في الميديوم. ده يخليك لا حولت اللحمه الكارسينوجينيك ولا في نفس الوقت خدت حاجه ممكن يكون فيها دوده شرطيه وفيها دو فيها بلاك. خلاص كده. في سؤال من الجمهور دكتور بيسال عن الكبد, الاكل الكبده بيحكي انها مشهوره في بلادنا, ما رايك بها؟ الكبده ممتازه جدا وفيها كميه ايرون مهمه جدا وفيها نيوترينت فاليو رائعه, وانا سبورت ان انت تاكل كبده. انا لسه قايل في اول الحلقه ان الاورجنز مهمه, وكل اورجن من دول فيه نيوترينتس مختلفه وليها انديكيشنز كمان ساعات في لبعض الناس. طبعا كل كبده ما فيش مشاكل, سويها بالشكل الكويس وكلها. في نهاية لقائنا دكتور, نصيحتك بالنسبة للحوم لجمهورنا. كل لحمة مرة في الأسبوع, كل لحوم دواجن أكتر من اللحوم الحمراء, كل لحوم السيفود أتليست مرتين في الأسبوع. لما تيجي تاكل سالمون حاول تاكل الباسيفيك سالمون أكتر, لو هتاكل أتلانتيك سالمون مفيش مشاكل لو هو وايلد كات يبقى أفضل. إحنا في كندا, استمتع بأن أنت عايش في كندا. السالمون عندنا ممتاز جدا وأغلبه كويس. السوكي آي سالمون ده من أحسنهم. حاول تقلل من البولتي يبقى أفضل لك عشان تاكل healthier food. بس التشيكن بريست ممكن يكون أحسن من التشيكن ثاي. عايز تاكل تشيكن ثاي أوكي, ابعد عن جلود الدجاج, ممكن تاكل جلود السلم. لما تاكل فات, لما تاكل ميت خليه تريمد فات. ممتاز. في نهاية هذا اللقاء لا يسمعني إلا شكر الدكتور سامح مصطفى اللي كان معنا مباشر من القاهرة, وسيعود لنا إن شاء الله قريبا إلى الأراضي الكندية. ونشكر جميع مشاهدينا اللي كانوا معنا, نتمنى أن نراكم مرة ثانية وقريبا إن شاء الله في الأسبوع القادم في حلقة جديدة مع الدكتور سامح على كنار تي في صوت العرب من كندا. إلى ساعتها نلقاكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.